فنجان قهوه يمكن تستغربي ليش القهوه موجوده هون. احنا كلنا بنشرب قهوه، والقهوه العربيه ولا في اطيب منها. دايما بضل بالفنجان من تحت شوي هذا التفل اللي بنسميه التنوع بتاعت القهوه. اوكي، هيدا البرودكت كتير كتير مهم لنظافة البشرة. ما تتصوري قد ايه للبشرة، للبشرة خصوصا لايديك، الخلايا كلها بتتجدد، المسامات بتنفتح، وشمي ريحة ايدك بعد ما تفركيها بالقهوة. يعني بعد ما تشربوا القهوة يا جماعة التنوة بتاعت القهوة تاخدوها تدعكوا بيها ايديك وكده. انا جربت الحكاية دي على فكرة كريم، وانا قلت لك فعلا نعومة غير طبيعية بجد. غير هيك بيتجددوا الخلايا تبع الجلد وبتصير ريحتها فظيعه. ففنجان القهوه متواجد معنا بالبيت كل يوم، نشرب قهوه الصبح بنتركه على جنب، بنخلص الشغل والدبدبه، وجوزنا بيروح على البيت والولاد وما بعرف شو، بنفضى ساعتها رحنا. أيوة. لا لتنظيف الوجه.